بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الثامن والخمسون والخاص بمنهج السي سي ام بي راوتك وواحد مستوى الاحتراف في التوجيه شاهد تعلم واستمتع البي جي بي تيبلز جداول البي جي بي يقوم البي جي بي بانشاء وبناء ثلاثه جداول في داخل الراوتر وهي الجدول الاول اللي هو النيبر تيبل وهو يحتوي على راوترات البي جي بي الجاره وهي المتصله اتصال مباشر باحدى منافذ الراوتر الفيزيائيه لرؤيه جدول البي جي بي نيبر على راوتر سيسكو نقوم بكتابه الامر شو اي BGP Neighbors اهم المعلومات في هذا الجدول هي اظهار الاي بي للراوتر الجار والاترم نمبر التي يقع فيها هذا الجار ونوع العلاقة مع الجار هل هي انترنال او اكسترنال وحالة البي جي بي والتي اذا كان يعمل بالشكل الصحيح فسوف تكون الحالة established اي تم انشاؤه والمقصود بها التي سي بي سيشن بين راوتر البي جي بي وجاره والمدة الزمنية لعمل وقيام جلسة التي سي بي بين الراوترين مع توقيت إرسال الكيبا لايف مسج والذي بيكون تلقائيا كل ستين ثانية وتوقيت الهولد تايم واللي تلقائيا بيكون كل مية وثمانين ثانية كذلك سوف يتم إظهار عدد المسجز أو طبعا الرسائل البي جي بي التي يتم تبادلها بين الراوترات البي جي بي او بين راوتر البي جي بي وجاره مع تحديد انواع هذه الرسائل مع اظهار السورس بورت نمبر والتستنيشن بورت نمبر طبعا السورس بورت نمبر حيكون عشوائي والتستنيشن بورت نمبر حيكون 179 كذلك سوف يتم اظهار مجموعة من المعلومات المتقدمة والمتعلقة باتصال راوتر البي جي بي بجاره الجدول الثاني البي جي بي تيبل وهو يعادل التوبولوجي تابل في طبعا بروتوكولات الاي اي بي والاوس بي حيث يحتوي جدول البي جي بي على جميع الشبكات التي يعرفها الراوتر من خلال البي جي بي وفي نفس الوقت اظهار جميع المسارات المؤديه لكل شبكه من هذه الشبكات ولرؤيه جدول البي جي بي على راوتر سيسكو نقوم بكتابه الامر شو اي بي جي واهم المعلومات التي سوف يظهرها هذا الجدول هي الراوتر اي دي للراوتر البي جي بي المطبق عليه هذا الامر وهو اي بي راح يستخدم الراوتر كاسم للتعريف عن نفسه اذا لم يتم تحديده اللي هو الراوتر اي دي اذا لم يتم تحديده من مهندس الشبكه فسوف يقوم راوتر البي جي بي تلقائيا بانشائه من خلال اتخاذ الاعلى اي بي ادرس لمنفذ لوب باك موجود على الراوتر، اذا لم يكن هناك منافذ لوب باك على الراوتر عندها سوف يقوم باخذ اعلى اي بي ادرس لمنفذ فيزيائي موجود على الراوتر، كذلك سوف يظهر لنا هذا الجدول الشبكات التي تعرف عليها الراوتر من خلال بروتوكول البي جي بي سواء في داخل الراوتر من خلال الامر الفرعي نتورك في مود البي جي بي او من خلال الراوترات البي جي بي الاخرى الموجوده معه في داخل الشبكه ومع كل شبكه سوف يتم اظهار قيم البي جي بي اتريبيوتس الالزاميه والتي تعمل تلقائيا مثل النيكست هوب المترك المتمثل في الميد اللو... اللي طبعا المتريك هو بيطلق على الميد اللوكال بريفرنس الويت والباث الاوريجن كود مثل طبعا الاورجن كود اللي هي الثلاثه عندي الاي اللي هي ترمز الى البي جي بي الاي e اللي هي ترمز الى الاي بي جي بي واللي اصبح غير الاي جي بي عفوا واللي اصبح غير موجود اللي هو الاكسترنال جيت واي بروتوكول عندي علامة الاستفهام التي ترمز إلى أن هذه المسارات أو الشبكات تم معرفتها من خلال عملية الريدستريبيوشن فيتم إعطائها الرمز علامة الاستفهام الإنكومبليت طبعا عندنا في أمر آخر اللي هو شو أي بي بي جي بي هذا الامر سوف يعطينا مختصر يتمثل في طبعا راح يعطينا مختصر يتمثل في الراوتر او اللي هو الراوتر الجار او الراوترات البي جي بي الجاره والاتنوم التي تقع فيها وعدد ال... وعدد الرسائل اللي تم استرسالها واستلامها بشكل مختصر مع كل جار والمده الزمنيه التي مضت منذ اخر مره كان فيها هذا الجار داون واصبح يعمل وعدد الشبكات التي تم الاعلان عنها من خلال هذا الجار عندي الجدول الثالث اللي هو الراوتينج تيبل وهو طبعا الراوتينج تيبل الجدول الاعتيادي اللي هو جدول التوجيه اللي يكون موجود في كل داخل راوتر بشكل تلقائي والذي راح يحتوي على عناوين الشبكات التي يعرفها الراوتر وبكل الانواع والطرق مثل الشبكات الموجوده في نفس الراوتر والشبكات الموجوده في الراوترات الاخرى والتي يعرفها بطرق مختلفه مثل الاستاتيك او الديناميك ببروتوكول مثل الاي e اي الى اخره كذلك البي جي بي حيث ان كل شبكه يتم معرفتها من خلال البي جي بي سوف يتم الاعلان عنها في داخل الراوتينج تيبل مع تحديد افضل مسار يؤدي الى كل شبكه ولرؤيه هذا الجدول راح نكتب الامر شو اي بي راوت الشبكات التي تم معرفتها من خلال البي جي بي يتم اعطائها الرمز بي كإشارة إلى أنه تم معرفتها من خلال بروتوكول البي جي بي خلونا نعود خلونا نروح على لاب ونطبق فيه ال... طبعا نطبق فيه الأوامر الشو الثلاثة اللي من خلالها راح أشوف جداول البي جي بي تيبلز الثلاثة واللي هي الشو اي بي بي جي بي الشو اي بي بي جي بي والشو اي بي والشو اي بي سامري نبدا بالنيبر تابل او جدول الجوار راح نكتب الامر شو شو اي بي اه بي جي بي نيبورز. نشوف أهم المعلومات الموجودة في هذا الجدول عندي هنا بي جي بي نيبر واحد اللي هو مين أربعة اثنين اللي هو مين الراوتر اثنين الريموت اتنو سيستم هي ايش خمسة وستين ألف النوع البي جي بي هو انترنال لينك يعني ايش انترنال لينك يعني اي بي جي بي يعني انترنال بي جي بي يعني بي جي بي داخلي لماذا لانه الراوتر واحد والراوتر اثنين كلاهما ضمن أتوموس سيستم نمبر واحده اللي هي خمسة 65000 البي جي بي فيرجن اللي هو الاصدار الرابع اللي هو احدث اصدار حاليا عندي الريموت راوتر اي دي الراوتر اي دي زي ما, ما ذكرنا انه يا اما ينشئ مهندس الشبكة ويكون اسم هو عبارة عن اي بي بس الراوتر راح يستخدمه كاسم يعرف عن نفسه للراوترات البي جي بي الموجودة في الشبكة اذا ما إنشئ مهندس الشبكة فعند تلقيا راح يشوف اللوب باك ادرس اعلى اي بي ادرس اللوب باك ادرس راح راح ياخذ الاي بي ادرس الخاص فيه كراوتر اي دي اذا ما كان في لوب باك فوقتها راح ياخذ اعلى اي بي ادرس لعنوان فيزيائي نشوف هنا الراوتر اي دي للراوتر الثاني اللي هو أربعة سنين هو إيش؟ مية واثنين وسبعين ثمنتاش زيرو واحد من فين جابها؟ جابها من أعلى لوب باك أدرس اللي هو مية واثنين وسبعين ثمنتاش زيرو واحد طبعا هو زيرو واحد هذي على الانترفيس لوب باك ثلاثة طيب لاحظوا معايا رغم ان مية واثنين وتسعين مية وثمانية وستين واحد صفر أعلى في القيمة إلا انه اختار طبعا أعلى لوب باك بعد كذا بيشوف العنو... المنفذ الفيزيائي ذلك كون المنفذ البرمجي أفضل من المنفذ الفيزيائي كونه مستقر وأكثر طبعا من المنفذ الفيزيائي عندي هنا البي جي بي ستيت حالة البي جي بي بين الراوتر واحد والراوتر اثنين established أي أنها مستقرة وتعمل طبعا لها حول الساعتين عندي هنا عندي هنا الهول تايم هو 180 يعني على المدة الديفولت يعني إذا مضت 180 ثانية دون أن يرسل الراوتر 2 كيبا لايف مسج الى الراوتر واحد عندها الراوتر واحد حيعتبر الراوتر اثنين اصبح لا يعمل في داخل شبكة البي جي بي فيقوم بالغاء جميع المعلومات المتعلقة بالراوتر اثنين والشبكات اللي استلمها من الراوتر اثنين اما الكيب لايف مسج فبتم ارسالها كل ستين ثانية وهذه على فكرة هي اللي التواقيت الديفولت لانه احنا ممكن نغير على نغيرها سواء بنزيدها او بنقللها بأوامر نقوم بكتابتها في داخل إعدادات بروتوكول البي جي بي عندي هنا أنواع المسجز اللي تم إرسالها المجموع خلال الساعتين اللي تم إرسالها 163 وتم ويتم تقسيمها بالشكل التالي عندي أربعة أوبن رسائل أوبن مسج تم إرسالها واربع تم استقبالها أربعة ابديت تم ارسالها واربعة ابديت تم استقبالها الكيبا لايفز مية وخمسة وخمسين تم ارسالها ومية وخمسة وخمسين تم استقبالها المجموع كله مية وثلاثة وستين تم ارسالها ومية وثلاثة وستين تم استقبالها عندي هنا البي جي بي تيبل فيرجر عشرة ايش قصة ال بي جي بي تيبل فيرجن طبعا هو يبدا بواحد لما اول ما عمل الاعدادات بيكون واحد اول ما يستلم الابديت يبدا يزيد يزيد تدريجيا اي ابديت تحدث مثلا انه والله راوتر مثلا اصبح شت او منفذ اصبح شت وبعدين اب مثلا او شبكه تم اضافتها او شبكه تم حذفها بيزيد معايا الفيرجن يعني عندي كل ما حصل تغيير في داخل شبكه البي جي بي كل ما زاد ذلك من البي جي بي او من قيمه البي جي بي تيبل فيرجن طيب نشوف مع بعض لو في شيء مهم في بعض النقاط المتقدمه راح نسلط الضوء عليها لما نتكلم عن هذه المواضيع طيب ننتقل الى جدول البي جي بي التالي واللي هو راح يكون شو اللي هو مين اللي هو البي جي بي تيبل واللي بيعادل التيبولوجي تيبل شو اي بي بي جي بي انتر لاحظوا معايا اه زي ما احنا شايفين ما شاء الله الجدول مليء بالمعلومات ودسم عندي المعلومة الاولى هنا بي جي بي تيبل فيرجز احنا تكلمنا عنها وقلنا انها بتتغير تبدا بواحد وتتغير كل ما حصل تغيير في داخل شبكة البي جي بي اللوكل راوتر اي دي يعني الراوتر اللي انا الان جالس عليه اللي هو الراوتر واحد الـ الراوتر اي دي هو ايش؟ عشرة ثلاثة ثلاثة واحد اخذوا من فين؟ اخذوا من اعلى لوب باك ادرس اللي هو عشرة ثلاثة ثلاثة واحد هذه للوب باك ثلاثة انترفيس لوب باك ثلاثة لاني لم اقوم باعداد الراوتر اي دي ف بيشوف المرحلة الخطوة التالية اللي هي اعلى لوب باك اي بي ادرس عندي هنا الستاتوس كودز وهذه بتكون موجودة وين في اقصى اليسار زي ما انتم شايفين هنا في اقصى اليسار طيب خلونا آه نقرا هذه الاكواد و يعني زي ما احنا شايفين هنا موجود ايش؟ النجمه والاكبر من هذه هي النجمه والاكبر من طيب ما الذي تعني؟ لانه اي اشاره او علامه لما نيجي نتعامل مع جهاز الراوتر بشكل عام او آه مع بروتوكول البي جي بي لازم ننتبه لهذه الاشارات والعلامات لان كل شيء له معنى ما بيتم كتابته عبث كذا او آه يعني منظر لا كل شيء وله معنى فلا من المهم ان احنا نفهم هذه الرموز ونعرف تفسيرها نبدا باول رمز اللي هو الاس الاس هنا بتشير الى طب لما يكون عندي اس في اقصى اليسار طبعا لاحظوا معي عندي نوعين من الاس عندي سمول وعندي كابيتال يختلفوا عن بعض بالنسبة للأسمول، فذلك يعني أن عنوان الشبكة هو IP سمرى. أدي أدي تعني أن هذا المسار أو الشبكة لا يعتمد عليها كونها في حالة أب و down. لوجود مشكلة في المنفذ التابع لهذه الشبكة، لما يكون عندي المنفذ في حالة أب داون أب داون يعني في مشكلة في المنفذ، فعندها المسار أو الشبكة التابعة لهذا المنفذ سوف يتم وضع علامة دي أي أنه هذا المسار لا يعتمد عليه، لوجود مشكلة فيه. عندي الاتش أي عنوان شبكة بشوفه في داخل هذا الجدول أو مسار عليه علامة الاتش، طبعا الاتش يعني الهيستوري والتي تعني أن المسار أو الشبكة لم تعد صالحه للاستخدام كونها دخلت في حاله الداون يعني كانت تعمل لكن حاليا اصبحت داون عندي علامه النجمه وزي ما احنا ملاحظين كل عناوين الشبكات عندي هنا والمسارات كل عليها نجمه ما التي تعني شو... النجمه يعني تعني فالت يعني ماذا يعني فالت يعني ان النكست هوب او القفزه القادمه التي تؤدي الى هذه الشبكه والمسار تعمل عندي علامة الأكبر من يعني أكبر من يعني بيست يعني أفضل وهي تعني أن هذا المسار هو أفضل مسار للشبكة لاحظوا عندي أنا هنا ما عندي أكثر من مسار لكن لو كان عندي أكثر من مسار فرح يتم وضع علامة الأكبر من على أول مسار وثاني مسار ما رح يتم وضع علامة أكبر من يعني يعني أن هذا المسار هو افضل طريق يؤدي الى هذه الشبكة مقارنة بالمسار او مجموعة المسارات الاخرى. طيب عندي علامة الاي وهنا لازم ننتبه ان الاي هنا اللي في حالة الستيتوس كود، كود اللي هي ايش؟ حالة الرموز. الاي هنا بتختلف عن الاوريجون كودز. اذا عندنا اثنين اي لازم ننتبه منهم. الاوريجون كودز بتوجد فين؟ في اقصى اليمين. زي ما انتم شايفين هنا اقصى اليمين اما الاي الخاصه ب الستيتس كودز فتوجد في اقصى اليسار مع بعض العناوين فتفسيرها مختلف عندي الاي لما تكون في اقصى اليسار فمعناتها هي ستيتس كودز وتعني انترنال اي انه هذه الشبكه تم التعرف عليها من خلال او تم الاعلان عنها من خلال البروتوكول الانترنال بي جي بي او نوع البروتوكول الداخلي الانترنال بي جي بي اما اذا تم التعرف بها من خلال الاي بي جي بي او كانت لوكالي فعندها راح تكون فارغه زي ما انتم شايفين هنا ملاحظين هنا فارغ فارغ لانه موجود على نفس الراوتر واذا كان اكسترنال ايضا راح يكون فارغ أما إذا كان إنترنال آه, داخلي فرح يتم إعطائه الرمز I طيب عندي بعد كذا الرمز R وهو يرمز إلى الرب Failure والرب هنا هي اختصار لراوتينج انفورميشن بيس وهو مصطلح يطلق على جدول التوجيه الراوتينج تيبل هو نفسه الراوتينج انفورميشن بيس وهي تعني تيبل ووجود الار امام شبكه يعني وجود مشكله لهذه في هذه الشبكه وبسبب هذه المشكله سواء للشبكه والمسار لن يتم وضع هذا المسار او الشبكه في داخل جدول التوجيه عندي اخر رمز اللي هو إس اللي هو الاستير والستير يعني ان المسار او الشبكة الراوتر التابع لها بيتم عمل ريستارت لجلسة التي سي بي او البي جي بي فبتكون الشبكات والمسارات في حالة الاس حتى ينتهي الطرف, الم... الطرف التابع لها من عملية الرستارت لجلسة التي سي بي طيب نيجي بعد كذا للأوريجون كود الآي يعني اي جي بي يعني هو هنا عشان ما تحصل خربطة بيتم الآي جي بي تعني هنا انه بروتوكول البي جي بي سواء كان انترنال او كسترنال الاي -E اصبح لا, يتع... لا يتم التعامل معه اصبح اصلا ما راح نشوفه لانه يرمز الى بروتوكول سابق اللي هو بروتوكول الاي جي بي علامة الاستفهام يعني incomplete يعني ان هذا المسار تم التعرف عليه من خلال بروتوكول توجيه اخر تم عمل ديستريبيوشن آه مع هذا البروتوكول التوجيه الاخر مع بروتوكول البي جي بي عندي هنا الشبكات اللي بيعرفها مع المسارات لو كان عندي اكثر من مسار راح يتم ذكر هذه المسارات وكذلك آه اهم آه قيم المترك الالزاميه عندي هنا مثلا شبكه 10 واحد واحد سلاش أربعة وين موجود هذه الشبكة في داخل الراوتر واحد فبالتالي النكست هوب ايش حيكون؟ أربعة اصفار، لما اشوف اربع اصفار افهم انه هذا يعني في داخل نفس الراوتر. قيمة المترك صفر، قيمة الوت 32768 هذه القيمة التلقائية للوت مع عناوين الشبكات الموجودة في داخل الراوتر، الاي هنا تعني انه تم التعريف بهذه الشبكة من خلال بروتوكول البي جي بي. عندي هنا مثال مختلف اللي هو الاي في البدايه يعني هذه الشبكه تم التعرف عليها من خلال انترنال يعني بروتوكول الاي بي جي بي الانترنال بوردر جيت واي بروتوكول عنوان الشبكه 178 16 0 0 النكست هوب مين 4 2 اللي هو الراوتر 2 وهنا قيم المتريك طبعا اللوكل بريفرنس القيمه التلقائيه هي 100 لمين ل لما يكون لشبكات غير الموجودة في نفس الراوتر في نفس الراوتر فارغ هنا زي ما احنا شايفين هذه هي فكرة آه والأهم المعلومات الموجودة عندي في آه جدول آه البي جي بي واللي زي ما قلنا بيعادل الجدول نفس فكرة جدول التوبولوجي في بروتوكول اليا جير بي والأوس بي اف طيب ننتقل للجدول طب قبل ما ننتقل للجدول الثالث في امر اللي هو شو اي بي بي جي بي سمري لاحظوا معايا اهم معلومة هنا بيعطيني مختصر والله انا النيبر عنوانه كذا اللي هو اربعة اثنين طبعا الفيرجن هنا اصدار البي جي بي اربعة الاتروموس سيستم هي خمسة وستين الف 122 ارتفع عدد الرسائل طبعا لان عندك كل 60 ثانيه بيتم ارسال كيبا لايف 178 رسال مسج تم ارسالها و178 مسج تم استقبالها وهذه طبعا المده الزمنيه منذ اخر مره كان الجار اللي هو 42 داون قبل ساعتين و17 دقيقه و10 ثواني عندي البيرفكس عدد يعني هنا عدد الشبكات اللي تم او قام هذا الجار بالاعلان عنها للراوتر واحد الراوتر اثنين اعلن عن اربع شبكات اللي هي 172 16 و17 و18 و192 168 10 سلاش 30 اربع شبكات قام الراوتر 2 بالاعلان عنها الى الراوتر 3 طيب ننتقل الى الجدول الثالث اللي هو الراوتنج تيبل شو اي بي طبعا هذا الجدول تلقائيا زي ما ذكرنا انه هو موجود في اي راوتر بشكل تلقائي لكن البروتوكول البي جي بي راح يملاه بعناوين الشبكات وافضل المسارات المؤديه اليها اللي اللي تعلمها من جيرانه لاحظوا معايا عندي الشبكات اللي البي جي بي بيتم اعطائها الرمز بي زي ما احنا شايفين طبعا كونها انترنال فبتكون قيمة الـ administrative distance 200 لو كانت اكسترنال راح تكون 20 هنا بيقول الشبكة 178 1700 16 قيمة الـ administrative distance 200 بالنسبة للمترك صفر تم التعرف عليها طبعا من خلال الراوتر الجاري اللي هو 4 2 وهذه اخر مدة زمنية تم ارسال المعلومة طبعا ما زال يعني ما زال يعمل هذا الراوتر منذ هذه الفترة دقيقتين ساعتين و18 18 دقيقة دقيق و واربعين ثانية طبعا هنا بيعطيني اشارة انه للوصول الى الشبكة اثنين 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 صفر اللي هي طبعا اربعة اثنين هي دايركتلي كونكتد متصل اتصال مباشر من خلال ايش؟ من خلال الفاز زيرو زيرو لو جينا هنا وضحنا المنافذ زي ما انتم شايفين فعلا متصل مع الراوتر اثنين من خلال الفاس 00 كانت هذه ثلاث جداول طبعا من المهم جدا ان احنا نكون مركزين معاها ندقق في تفاصيلها ليش لانه راح تكون مهمه لينا في عمليه الترابل شوتنج بروتوكول الاي بي جي بي الاكسترنال بوردر جيتوي بروتوكول بروتوكول البي جي بي من النوع الخارجي وهو يعني ان لدى لدي راوترين فما فوق متصلين ببعضهما البعض وكل راوتر يعمل باتنوس سيستم نمبر مختلفه عن الاخرى وطبعا هذا شيء طبيعي حنشوفه مع مثلا شركات الاتصالات ومزودي الخدمه والشبكات الكبيره حيث انه كل يعني جهه بتملك اتنوس سيستم خاصه فيها وعلشان تكون شبكة الإنترنت فيجب أن تتصل مع بعضها البعض، طبعاً فما يكون لنا شبكة حول العالم، وبالتالي يؤمن لنا اتصال شبكات يعني في أماكن مختلفة حول العالم، شبكات خارجية بالإضافة إلى شبكة الإنترنت، أهم الاختلافات أن قيمة الادمنستريتف أو قيمة المسافة الإدارية. لمسارات او الشبكات الخاصه بالبي ببروتوك... جي بي الخارجي هي 20 بينما في الانترنال بي جي بي قيمه الادمنستراتيف تيستنس هي 200 كذلك في الادمنسترات في الاي بي جي بي او الانترنال بي جي بي ليس شرطا الاتصال المباشر ان يكون هناك اتصال مباشر براوترات الانترنال بي جي بي اما مع الاكسترنال بي جي بي فلا بد من الاتصال المباشر من الاختلافات كذلك ما بين الاكسترنال بي جي بي والانترنال بي جي بي هو موضوع المالتي هاب حيث في الانترنال بي جي بي لا نحتاج الى اعداده اما مع الاكسترنال بي جي بي فنحتاج الى اعداد المالتي هاب حيث ان الابديتس التي يتم ارسالها راح تكون بقيمه تايم تو ليف ساوي واحد هذا التلقائي القيمة التلقائية وإذا تركت على هذا الديفولت عندها لن تصل إلى الراوتر الجار كون الانتقال من راوتر بأترموس سيستم إلى راوتر آخر بأترموس سيستم مختلفة آه، طبعا راح ي... راح توصل إلى الراوتر الجار بقيمة صفر فيتم حذفها لذلك يجب أن نجعل المالتي هاب بقيمة اثنين طيب خلونا نلقي نظرة على إعدادات والأوامر الخاصة بالبي جي بي من النوع الاكسترنال الخارجي آه الإعدادات أغلبها متطابقة مع إعدادات الانترنال بي جي بي او البي جي بي الداخلي ما عدا في اختلافين الاختلاف الاول اللي هو من ناحيه ان عندي راوتر راح يمتلك نمبر مختلفه عن الاتنومس سيستم نمبر الموجوده في الراوتر الاخر الاختلاف الثاني المتمثل في اعدادات المالتي هاب حيث راح نزيد المالتي هاب بدل من واحد راح نخليها اثنين في الانترنال بي جي بي ما نحتاج الى هذا الاعداد نحتاج اليه لما يكون عندي اكسترنال بي جي بي طيب نشوف الاعدادات مع بعض عندي هنا الامر انترفيس لوب باك صفر بعد كذا اي بي ادرس اربعة وحايد ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر ايش الهدف من هذا من هذا الامر احنا انشانا لوب صفر واعطينا له اي بي ادرس هذا الاي بي ادرس راح نستخدمه لكي نعرف الراوتر اثنين لما نيجي نعرفه على الراوتر واحد طبعا الاوامر هذه هنا راح ننفذها وين على الراوتر واحد وهي نفسها راح يتم تنفيذها على الراوتر اثنين بس اللي راح يحصل انه راح نعكس الاي بي هات فقط غير كذا هي نفس الأوامر طيب بنرجع للأمر اللي هو أربعة وحايد لما أجي أروح على الراوتر اثنين أعرف على الراوتر واحد حقول له إن جارك لأن إحنا عارفين إن بروتوكول البي جي بي ما بيتعرف على جيرانه دايناميك بشكل تلقائي زي بروتوكول الأوس بي إف أو الإي آي بي أو الريب وإنما نحتاج إلى تعريفه يدويا من خلال الأمر المباشر بحيث ندخل على الراوتر اثنين ونقول له تتصل عندك جار اللي هو راح يكون أربعة وحايد آه، آه، ونحدد له الاترم سيستم الذي يقع فيها هذا الجار. طبعا آه، استخدام اللوب باك او عنوان اللوب باك اللي هو منفذ برمجي افضل من استخدام الفيزيائي، لانه لو كان عندي اكثر من مسار وهذا بيحصل في الحياه الواقعيه، بيكون عندي اكثر من كيبل واكثر من مسار تربط الراوترات والاتروم سيستم المختلفه مع بعضها البعض. فعندها لو حصل مشكله للمسار الرئيسي بيتم الانتقال الى المسار الاحتياطي وما راح يتاثر بالنسبه لمعرفه الراوتر بجاره لانه غير مرتبط بعنوان المنفذ الفيزيائي وانما مرتبط بالعنوان المنفذ البرمجي الموجود في داخل الراوتر واللي ما بيتعطل الا في حال تعطل وتوقف نظام التشغيل في داخل الراوتر بعد كذا نسوي اكزيت للخروج من المود الفرعي الخاص بالانترفيس لوب باك صفر بعد كذا افعل بروتوكول البي جي بي من خلال الامر راوتر آه بي جي بي 65 آه طبعا اول شيء راوتر بي جي بي بعد كذا احدد الاتنوم سيستم نمبر انا عندي هنا كم ألف واحد فاكتب هنا ألف واحد قيمة ال او رقم الاتنوم سيستم نمبر بعد كذا آه ابدا آه اكتب الشبكات الموجودة عندي آه من خلال الامر نتورك وهنا اذا كانت الشبكات مش معمول لها سبنتنج على القيمة الديفولت زي ما احنا شايفين هنا 172 16 0 0 سلاش 16 شايفين قيمة السي اي دي ار فعنده راح اكتب نتورك ورك واكتب الشبكة 178 16 0 0 وانتهى الموضوع على كذا اما لو كان معمول لها سبنتنج بحيث ان قيمة السي اي دي ار زي ما واضح مش على الديفولت يعني ال10 المفروض تكون كم؟ سلاش 8 لكن ما دام هي سلاش 24 فمعناته هذه الشبكة معمول لها ايش؟ سبنتنج او في ال ام يعني حصل لها تقسيم. فبالتالي لازم اكتب الامر ماسك وبعد كذا اكتب قناع الشبكة. يعني مثلا عندي انا هنا سلاش اربعة وعشرين راح اكتب ميتين وخمسة وخمسين ميتين وخمسة وخمسين ميتين وخمسة وخمسين صفر. بعد كذا اكتب الامر نيبور نيبور حين انتقل الى مرحلة ايش؟ ان انا اعرف الراوتر واحد بجاره الراوتر اثنين. فأكتب نيبر وبعد كذا اثنين أربع مرات بعدين أحدد الريموت أتن والسيستم اللي حتكون إيش خمسة وستين ألف اه واثنين خمسة وستين ألف اثنين طيب الآن مباشرة اه الراوتر راح ينظر وراح يقارن الأتن والسيستم الخاصة بالجار مع ال ويقارنها بالأتن والسيستم نمبر الخاصة فيه فيجد طبعا أنها مختلفة فعنده يعرف أن علاقته اتصاله بجاره هي من النوع اكسترنال بي جي بي وليست Internal بعد كده نكتب الامر Neighbor 2 اربع مرات Update Source loopback 0 اي نحن نحدد المنفذ اللي رح يرسل الأبديت من الراوتر واحد الى الراوتر اثنين اللي هو loopback Loop 0. طبعا لو كنا ما يعني لم نحدد يعني اسم الجار ب يعني بال loopback وحددناه بالمنفذ الفيزيائي فما راح نحتاج نكتب هذا الامر لان المنفذ الفيزيائي اوريدي متصل بشكل مباشر مع الراوتر الاثنين لكن لو كتبنا المنفذ البرمجي فعنده يجب اضافه هذا الامر. بعد كذا نكتب الامر نيبر آه, اثنين اربع مرات بي جي بي مالتي هوب ونحوله من الديفولت اللي هو واحد الى اثنين لكي يصل الى الراوتر اثنين، بعد كذا نعمل اكزيت عشان نخرج من المود الفرعي الخاص بالبي جي بي ومن على مستوى الكونفجريشن لازم أدل الراوتر واحد على طريق جاره. ليش أنا محتاج أدله؟ لأن عندي اثنين اثنين, 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 اثنين اللي هي تنتبى إلى شبكة اثنين, اثنين, اثنين صفر هي موجودة داخليا داخل الراوتر اثنين والراوتر واحد مو متصل معها اتصال مباشر. لو كنا مثلا لأ حنتعامل مع المنفذ الفيزيائي ما كنا راح نحتاج هذا الأمر. لأن الراوتر واحد متصل اتصال مباشر. بالراوتر الاثنين من خلال المنفذ الفيزيائي لكن بما انه لوب باك فعندها يجب ان نقوم بكتابة ستاتيك راوت يدل الراوتر واحد كيفية ويوجهه الى الوصول الى جاره الراوتر اثنين فنكتب اي بي والشبكة اللي هي 2220 صفر بعدين 255 وخمسة ثلاث مرات صفر من خلال الفاست ايثرنت 0 سلاش زيرو نفس الاعدادات هذه راح نقوم فيها على الراوتر 2 بس زي ما قلنا راح نعكس الاي بي هاد وراح نعكس طبعا الاتر مو سيستم نمبر بدل ما كانت 65001 راح تصبح 65002 الا راح يكون بالشكل التالي عندي راوترين راوتر واحد وراوتر اثنين، كل راوتر منهم بيمتلك اذن السيستم نمبر مختلف عن الراوتر الاخر فبالتالي يصبح لدينا اكسترنال بي جي بي، عندي 1968 1030 بتربط ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين، عندي هنا الراوتر واحد آه راح نخلي راح نعرف راح نعرفه للراوتر اثنين على انه اربع وحايد والراوتر اثنين راح نعرفه للراوتر واحد على انه اربع آه اثنين، عندي الشبكات الموجوده في ثلاث شبكات موجودة في الراوتر واحد وثلاث شبكات موجودة في الراوتر اثنين المراحل الاعدادات اللي راح نمر فيها المرحلة الاولى اللي هي الاعدادات الاساسية بعد كده المرحلة الثانية اعدادات الاكسترنال بي جي بي والمرحلة الثالثة التأكد من صحة اعدادات البي الاكسترنال بي جي بي من خلال اوامر الشو وايضا راح نستخدم البينج نبدأ مع الاعدادات الاساسية ونبداها مع الراوتر واحد نروح على مستوى الاعدادات من خلال الامر Configuration Terminal ننشئ الانترفيس لوب باك صفر الاي بي ادرس راح يكون واحد اربع مرات ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر اكزيت بعدين عندي الانترفيس لوب باك واحد الاي بي ادرس عشرة واحد 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 ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر اكزيت انترفيس لوب باك اثنين الاي بي ادرس راح يكون عشرة اثنين اثنين اه واحد, ثل اه ثلاثة ثلاثة. ثلاثة ثلاثة اه واحد ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر. انترفيس لوب باك ثلاثة. الاي بي ادرس عشرة ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر. اكزت عندي الانترفيس اللي يربط الراوتر واحد بالراوتر اثنين اللي هو الانترفيس فاست ايثرنت زيرو سلاش زيرو الاي بي ادرس راح يكون مئة وثنين وتسعين مئة وثمانية وستين واحد واحد ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين واثنين وخمسين بما انه منفذ فيزيائي فلازم نكتب الامر نو شت داون بعد كذا اكزت كذا احنا انتهينا من الاعدادات الاساسية للراوتر واحد راح نحتاج نروح على الراوتر اثنين ونعمل الاعدادات الاساسية نروح على مستوى الجلوبال مود من خلال الامر كونفجريشن تيرمينال بعد كذا عندي الانترفيس لوب باك صفر الاي بي ادرس راح تكون آه اثنين اربع مرات ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر. اكزت بعد كده عندي الانترفيس لوب باك واحد. الاي بي ادرس راح يكون ميه واثنين وسبعين ستةعش آه صفر واحد آه ميتين وخمسة وخمسين مرتين صفرين. اكزيت انترفيس لوب باك اثنين الاي بي ادرس راح يكون مية واثنين وسبعين سبعة عشر صفر واحد ميتين وخمسة وخمسين صفرين إكزت، انترفيس لوب باك ثلاثة الاي بي ادرس راح يكون مية واثنين وسبعين ثمنتاش صفر واحد ميتين وخمسة وخمسين مرتين بعدين صفرين اكزيت بعد كده عندي المنفذ اللي يربط راوتر اثنين بالراوتر واحد اللي هو الفاست زيرو زيرو انترفيس فاست ايثرنت زيرو سلاش زيرو الاي بي ادرس راح يكون مية واثنين وتسعين مية وثمانية وستين واحد اثنين ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين واثنين وخمسين بما انه هو منفذ فيزيائي فلازم نكتب الامر انه شت داون لتفعيل المنفذ بكذا احنا انتهينا من الاعدادات الاساسية للراوتر اثنين آه نبدأ بالمرحلة الثانية من الاعدادات وهي اعدادات البي جي بي ونبدأها مع الراوتر واحد آه راوتر بي جي بي ونحدد السيستم اللي هي خمسة وستين الف واحد انتر بعد كذا نعلن على الشبكات نتورك عشرة صفر صفر, صفر واحد واحد صفر وبما ان هي معمول لها subnetting راح نكتب الامر ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر بعد كده عندي الشبكة الثانية اللي هي نتورك عشرة اثنين اثنين صفر آه ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر بعد كده عندي النتورك عشرة ثلاثة ثلاثة صفر الماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر بعد كده عندي المية وثمانية وستين واحد صفر آه نتورك مية واثنين وتسعين مية وثمانية وستين واحد صفر ميتين ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين واثنين وخمسين بعد كذا نعرف الراوتر واحد بجار الراوتر اثنين من خلال الامر اه نيبر اه, اثنين ثلاث اربع مرات اه, طبعا ريموت اه, ريموت اتونوموس راح تكون كم خمسة وستين الف واثنين انتر بعد كده عندي النيبر اه اثنين اربع مرات ابديت سورس لوب باك اه زيرو بعد كده نيبر اثنين أربع مرات إي بي جي بي مالتي هوب آه طبعا عندي لحد كم عندي من واحد حتى ميتين وخمسة وخمسين إحنا محتاجين لأنه هو اتصال مباشر فيكفينا اثنين اثنين إنتر آه طبعا هذا راح يزيد قيمة التايم تو ليف الموجودة في داخل الرسائل البي جي بي اللي راح يتم تبادلها ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين من واحد إلى اثنين عشان تصل إلى الراوتر المقابل بعد كذا نعمل اكزيت يبقى عندي سطر واحد اللي هو ايش اني ادل الراوتر واحد على الطريق اللي راح يسلكه لكي يصل الى الراوتر اثنين لان انا معرف الراوتر اثنين اللي الراوتر واحد على اساس انه اثنين اربع مرات هو اثنين اربع مرات هذه موجودة في داخل الراوتر اثنين مش متصل معها الراوتر واحد بشكل مباشر وبالتالي ما راح يعرف المسار المؤدي اليها فلازم ادله يدويا من خلال ال... من خلال الستاتيك راوت او الدي... من خلال الامر التالي اي بي راوت طبعا نعمله على مستوى الكونفجريشن مود اي بي راوت اثنين ثلاث مرات صفر ميتين وخمسة ثلاث مرات صفر من خلال الفاست ايثرنت زيرو سلاش زيرو انتر كذا انا انتهيت من اعدادات البي على الـ على مستوى الراوتر واحد نروح على مستوى الراوتر اثنين نفس الاعدادات بس اللهم زي ما قلنا راح نعكس الاي بي أه نفعل بروتوكول البي جي بي من خلال أمر الراوتر أه بي جي بي خمسة وستين الف واثنين بعد كذا نحدد الشبكات عندي نتورك مية واثنين وسبعين ستاش صفر صفر مش محتاج هنا الامر ماسك ليش لان العناوين الشبكات هنا مية واثنين وسبعين ستاش وسبعة عشر عشر على الديفولت هي كلاس فول فمش محتاج اكتب الامر ماسك وأذكر القناع الشبكة عندي هنا نيتورك مية وثنين وسبعين سبعة صفر صفر مية وسبعين صفر صفر بعدين عندي الشبكة اللي تربط راوتر اثنين مع راوتر واحد هنا راح أحتاج أكتب ماسك عشان آه معمول لها سبنتنج مية وتسعين مية وثمانية وستين واحد صفر ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين وخمسين بعد كذا الآن أعرف الراوتر اثنين على على جار الراوتر واحد من خلال الأمر نيبر اه, نيبور اه, اه, واحد 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 ريموت سيستم خمسة وستين ألف واحد بعد كذا اه, نيبر واحد 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 update source uh, loopback صفر uh, بعد كذا عندي neighbor واحد 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 ebgp multi hop اثنين بعد كذا exit بعد كذا أدل ووجه الراوتر اثنين الى المسار الذي يسلكه لكي يصل الى الراوتر واحد جار الراوتر واحد واحد واحد, واحد من خلال الامر اي بي آه راوت واحد 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 صفر ميتين وخمسة ثلاث مرات صفر آه فاست ايثرنت زيرو زيرو ننتظر آه ثواني حتى تقوم علاقة الجيرة ما بين الراوتر واثنين واحد لاحظوا معايا قامت علاقة الجيرة الآن أصبح الراوتر اثنين جار للراوتر واحد وأصبح أب لو حابب إني أتأكد هروح على الراوتر واحد نفس الصدر طلع طبعا قامت علاقة الجيرة وتم تأسيس اتصال التي سي بي بين الراوتر واحد والراوتر اثنين لو حبيت أعمل بينج من الراوتر واحد لشبكة موجودة في الراوتر اثنين مية آه واثنين وسبعين ستاش صفر واحد طبعا لازم اكون على مستوى الانيبل او اكتب الامر دو طيب بينج مية واثنين ومية واثنين وسبعين ستاش صفر واحد لاحظوا معايا البينج نجح لو على مستوى الراوتر واحد حبيت اشوف الجداول آه عندي هنا مثلا الامر شو شو اي بي بي جي بي نيبر او نيبرز لاحظوا معايا البي جي بي نيبر هو ايش اثنين اربع مرات الريموت اتنمو سيستم خمسة وستين الف اثنين هو من النوع ايش اكسترنال لينك يعني علاقته مع الراوتر اثنين هي من النوع اه اكسترنال اه بي جي بي ليش لان الراوتر واحد يمتلك اتنوموس سيستم مختلفة عن الاتنوموس سيستم الخاصة بالراوتر اثنين عندي هنا طبعا الراوتر اي دي للريموت راوتر او الجار اللي هو الراوتر اثنين هو مئة وسبعين صفر واحد اخذ اعلى اه اي بي اه ادرس للوب باك عندي لاني ما انشات الراوتر اي دي فقام هو بانشاءه تلقائيا هنا عدد الرسائل اللي بيتم تبادلها ما بين البي جي راوتر واحد وراوتر اثنين عندي الجدول الثاني اللي هو بي جي بي اللي هو يعادل التوبولوجي تيبل في الاو اس بي اف بي لاحظوا معايا الشبكات اللي موجوده في نفس الراوتر بيتم إعطار اربع اصفار اما الشبكات الموجوده في الاكسترنال او في الراوتر الجار بيتم تحديد النكست هوب ليها طبعا زي ما احنا شايفين علامه الاي اللي هي الاوريجن كود يعني عرف هذه الشبكات من خلال بروتوكول البي جي بي والباث المسار المؤدي اليها هو خمسة وستين ألف وثنين. يعني في فرق اترموس سيستم واحدة ما بين الراوتر اللي احنا فيه اللي هو الراوتر واحد والشبكة مية وسبعين صفر صفر كونها موجودة في الراوتر اثنين واللي ينتمي للشبكة خمسة ألف لو كان في أكثر من اترموس سيستم نمبر تفصلنا بيننا وبين هذه الشبكة راح يتم ذكر جميع الاترموس سيستم اللي تفصل بيننا وبين هذه الشبكة عندي الأمر هنا شو اي بي راوت لرؤية جدول التوجيه، لاحظوا معايا الشبكات اللي تم معرفتها من خلال والاعلان عنها من خلال بروتوكول البي جي بي بيتم اعطائها الرمز بي واللي هي 178 17 و16 و18 بالنسبة ل192 هو تم الاعلان عنها بس هو هو متصل بها اتصال مباشر فتم اعطائها الرمز سي اللي هو الكونكتد اللي يعتبر طبعا صفر قيمة الادمستريتيف ديستنس فبالتالي الكونكتد افضل من الاعلان عنها في داخل بروتوكول البي جي بي بس احنا نضطر نكتب عشان نقيم علاقة الجيرة ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين كون في شبكة مشتركة بينهم الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى ألقاكم في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.